احدى المخالفات المروريه اللي دائما دا نتكلم عنها المركبات اللي تكون لوحاتها مؤقته اللي هي فحص مؤقت لها مده المفروض سائق المركبه خلال هذه المده ينجز المعامله مالتها وتكون اوقات العمل صباحا يعني يروح يتوجه المواقعنا وينجز المعامله لكن احنا نشوف بعض سائقي المركبات للاسف الشديد يتهاونون في انجاز المعامله واكمالها. السلام عليكم شلونك اخوي ان شاء الله بخير شو مخالفتك الاوراق مال السياره ما كانت رحم الله والديك تعرف انه المفروض خلال مده معينه صح. تنجز المعامله صح. وانه في اوقات الدوام صباحا صح بس لحد الستة اي صح هسه احنا شو نسوي؟ خالفوني رحم الله والديك، شنو مخالفته ضمن القانون؟ مخالفته فحص مؤقت يعني نعم. بدون لوحات نعم هو لحد الان ما مستلم سنوي يعني ما منجز المعامله مالته نعم راح تتم المخالفه مالته على عدم تثبيت اللوحات غرامه نعم. 200,000 دينار نعم وتسحب الاوراق الحين تسديد الغرامه طبعا. وبعدها يباشر تسليمها نصيحتك الى اخواننا سائقي المركبات للاسف الشديد احنا نشوف بعض سائقي المركبات من هذه اللوحات الفحص صنعتهم تهاون يقول لك يلا موجوده لوحات صح؟ والله نصيحتي يعني يستعجلون ورا المخالفه ام 200 شنو نصيحتك؟ لازم يستعجلون فيها لازم يستعجلون فيها انا طبعا اشكرك وعندك وعي وثقافه مروريه اكيد انا محامي ورجل قانون فاعرف ربي يحفظك اخ واعرف القانون ربي يحفظك انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه الله يعزك